سنرجع على مثلا السيد السيستاني حفظه الله، يعني كل فتاوى صحيحة الآن في هالمناسبة هذه، راجعوا موقعه، موقع السيستاني على الانترنت، اكتبوا السيستاني موضوع الاستفتاءات، موضوع الزكاة، حرف الزاء، زكاة الفطرة وزكاة الكذا. السيد السيستاني وحدوي وينادي بالوحدة، وفعلا أنا أعتقد من قلبه يقول لا تقولوا السنة أخواننا وإنما قولوا أنفسنا، ولكن ما ينشر في باسمه في عبر مكتبه من فتاوى عجيبة غريبة، أنه لا الزكاة تعطوها فقط إلى الشيعة لا تعطوها إلى السنة، وهذا الكلام عجيب غريب. أنا أي واحد تحدث معاه ينصدم، معقولة؟ معقولة السيستاني يصدر أكذا فتوى؟ أقول أنا راجع موقع وشوف أنا متى أفترى عليه. زين، إذا شفنا هذا الفتوى هل من حقنا، وإذا شفناه وتأكدنا من عدله هل من حقنا ومن حق الناس أن ينتقدوا السيستاني أو لا؟ لأنه أفتى في جهاد الكفائي ضد داعش، بعد خلاص هذا بعد صار مطلق، ما يصير هالشكل يعني، مع احترامنا للسيستاني ولا أي واحد آخر. زين، طبعا فتاوى أخرى عديدة، مثلا صلاة الجمعة، الخمس، قتل من لا يؤمن بالإسلام وسبي ذريته ونهب أمواله وأشياء كثيرة أكو. مسألة بسيطة جدا، في فتاوى عجيبة غريبة عند السيستاني في موقعه لا تزال موجودة. فهل من حقنا أو من حق أي أحد أن ينتقد المرجع أو لا؟ المرجع فوق خارج إطار الديمقراطية، الديمقراطية بس على الوزراء والرؤساء والمسؤولين، أما المرجعية لا، هاي مقدسة ما يصير. إحنا زين لازم، ليش عندنا مرجعية وعندنا دولة؟ سابقا ما كان عندنا دولة، عندنا مرجعية صارت شبه دولة، الآن صار عندنا دولة. ليش إحنا نتعامل مع الناس، مع القيادات والزعامات بشكلين، يعني السياسي نسبه وشتمه وتطلع مظاهرات ضده، بس المرجع لا، ما يصير أصلا نسأله سؤال أو نحتاج عليه باحتجاج أو نقول له أنت أخطأت، هو معصوم. حتى المعصومين ما كانوا يعملون بشكل، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين ما كانوا يعملون مثل ما يعملون بعض المراجع إلى مقلدين إلى مراجعهم، صدقوني كان ناس يتناقشون وياه، يأخذون يعطون، يسألوه هذا الموقف من الله لو من عندك، يقول لا هذا موقف من عندي، اجتهاد من عندي، طيب ممكن نبدي رأينا، يقول تفضلوا، هذا موقف انت واقف هنا بالحرب مثلا مو صحيح يا رسول الله، خلنا نوقف في ذيك المنطقة. يعني كان ناس يناقشون، مو شيء يعني كل شيء يعني واحد منزل كان يأخذه، كان في شيء ديمقراطية. هو النبي علم الناس والإمام علي علم الناس، الإمام علي اللي يقول إني في نفسي لست بفوق أن أخطأ ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله مني ما هو أملك به مني، فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل. هذا الإمام علي علمنا على الديمقراطية، هاي ثقافة الديمقراطية غير موجودة عند المتدينين المقلدين اللي يؤمن بالتقليد أكثر من الديمقراطية. التقليد يتعارض مع الديمقراطية، الديمقراطية لو آمنت بيها يجب أن تفكر وتنظر وتتعلم وتدرس الأمور، وبعدين شوف هذا المرجع إذا يقودك قيادة جيدة تتبعه، إذا شفت لا ما يقودك قيادة جيدة قل له يعني مع الأسف آسف أنا أتبعك. طيب إذا المرجع في يوم من الأيام سيستاني نفترض ما يؤمن بولاية الفقيه، هو طبعا يؤمن النص، يعني في أشياء يؤمن بها وأشياء ما يؤمن بها، يعتبر نفسه هو الحاكم الشرعي حسب ما يذكر في هذا في الفتاوى مالته، هو الحاكم الشرعي. حاكم الشرعي شنو؟ ماكو شيء اسمه حاكم شرعي بالإسلام، حاكم شرعي بالإسلام ما عندنا، عندنا فقه صحيح، مواقف صحيحة، وعندنا حكومة منتخبة من الناس، الحاكم المنتخب من الناس هو حاكم شرعي، اللي مو منتخب من الناس مو حاكم شرعي. زين، هسه اليوم الناس اللي يقلدون تقليد أعمى، اليوم السيستاني نام بالليل وقاعد الصبح قال أيها الناس، افترضوا أنا ما كنت أؤمن بولاية الفقيه، اليوم أؤمن بولاية الفقيه المطلقة، ولازم أنا أضرب الدولة كلها والحكومة كلها والانتخابات والدستور والبرلمان كل هذا عزلوه، إذا قال. وطبعا أكو ناس قالوا مثله، يعني إذا أجى واحد قال مثله الصبح فما هو موقف الناس من هكذا فتاوى؟ مو السيستاني اللي يجي بعده أو غيره أو قبله بعده، أي واحد مرجع ديني يقلدون الناس اللي ماكو هال
شيء بالإسلام مرجع ديني يقلدون الناس، كله هذا مو صحيح. بس الناس اللي يعتقدون هم يعني يؤمنون بالمرجعية ويؤمنون بالديمقراطية. إذا المرجع إجا قال أنا آمنت اليوم بالولاية المطلقة للفقيه، وأن الفقيه هو نائب الإمام وعند صلاحيات الإمام، بعد ما يحتاج نظام ديمقراطي ولا يحتاج دستور، وأنا فوق الدستور، ما هو موقف الناس من هكذا فتاوى؟ فتاوى أقل من عندها وأكثر من عندها موجودة عند الفقهاء. فأي واحد يقول فت كلام ما دام قلدناه بعد لازم إحنا نسمع كلامه 100%، ما يجوز نعارضه، ما يجوز نناقشه، ما يجوز نقول له منين جبت الفتوى مالتك. هذا هو السؤال بالحقيقة. إحنا الآن في طور التطور الديمقراطي، الانتقال الديمقراطي. كنا عايشين إما في حالات ملوك وحكام عسكريين مستبدين بصورة مطلقة وخاضعين لهم، أو خاضعين لمرجعيات دينية مطلقة ونعتقد هذا إذا قال لي روح أقتل فلان أقتله، أو ذاك الأخ اللي طلع على اليوتيوب شفتوه يمكن أكثر الناس شافوه، إذا قال لي سيد فلان يطلق مرتك أنا أطلق مرتي، على أساس أطلق مرتك؟ وإذا قال لك يعني شنو كلامه، هو وحي منزل؟ حتى النبي لو قال لك طلق مرتك، ما النبي ما يقول الكلام، ما يقول لك روح طلق مرتك، ولا الإمام يقول لك طلق مرتك. هاي مسألة شخصية أنت بينك وهذا. أكو حدود بالشرع بالدين، الله ما خلى الأنبياء يعني حكام جبابرة أو الأئمة حكام جبابرة، في حدود شرعية أنت هاي راجعة إلك. طلق مرتك على أساس طلق مرتك؟ ما قعد شيء بالإسلام. بس الغباء والثقافة الدكتاتورية، ثقافة العبودية، تخلي بعض الناس إذا قال المرجع أو قال السيد الفلاني حتى لو مو مرجع، إذا قال لي طلق مرتك أنا مستعد أطلق مرتي. إذا طبعا إذا قال لك روح أقتل فلان هم تروح تقتل فلان، ما تشوف هذا حق لو باطل؟ هذا مو صحيح، مو هاي حالة دكتاتورية، هاي ثقافة ومعادلة دكتاتورية بعدها موجودة راسخة في ثقافتنا وفي أذهاننا، تمنعنا من التطور الديمقراطي الطبيعي. احنا نريد نتجه نحو إقامة دولة ديمقراطية عادلة، ما يمكن إقامة العدل والحرية والتعددية في ظل هالثقافة السلبية، الثقافة الدكتاتورية اللي هي مركبة على المرجعية. مو بس السيستاني، صدقوني في كثيرين كثيرين من الناس المقلدين واللي يدعون هم نفسهم مراجع يبثون هاي الثقافة. وإذا كنا نحن حريصين جدا على التطور الديمقراطي والحفاظ على والتقدم نحو الأمام والانتقال تماما من حالة العبودية إلى حالة الديمقراطية، يجب أن ننظر إلى المراجع والمعممين ورجال الدين والسياسيين والإسلاميين نظرة ديمقراطية نسبية، مو نجعلهم آلهة. هكذا نرجع لورا.